انا في بيني وبين مراتي مشاكل يا شيخ مصطفى. ليه بس كده؟ ما تسمعش الكلام. ما تسمعش الكلام؟ انت عايزة تسمع الكلام؟ لا مش عايزة تسمع الكلام. انت عايزة تسمع الكلام؟ يا ريت والله. بس هي هي غلط والصح ولا تسمع الكلام الصح فقط؟ نعم؟ يعني تسمع كل الكلام ولا الكلام الصح؟ لا الكلام الصح. يعني مثلا عايزة تلبس واسع مثلا. عايزة تلبس لبس يكون ضيق ولا حاجة؟ عايزة تلبس لبس واسع مثلا. هي تلبس ضيق؟ ما تنشرش صور على الفيس لاولادي مثلا، ولا تنشر حاجه تخص بيت على الفيس ولا الكلام ده. هي عندها ده كل تحكمات، وان انا كده بضيق عليها يعني. لا هي لبسها محترم ولا ضيق ولا ايه؟ اللبس محترم، بس انا مش يعني مش عايز اللبس يكون يمس جسدها في حاجه. انا عايز اللبس يكون فضفاض يسترها وهي ماشيه وهي قاعده وهي يعني عادة. لبسها ضيق ولا معقول؟ بس ممكن تكون انت عايز ملحفه كبيره جدا وهي بتقول انا ستر نفسي. فانت يعني ماذا تريد من لبس؟ عايز اللبس ما يكونش مبين اي حاجه من جسدها، ما يكونش ماسك على جسمها يعني. كويس، معقول، طلبك حسن. هي بقى عندها دي تحكمات، ان انا كده بتحكم فيها بالاسلوب الطيب. والله ما بتحكم يا ام فلانه، بس كل ما هناك نريد انا وانت نرضي الله سبحانه وتعالى. يعني دي التعامل معي. هي مصليه الاخت؟ الحمد لله مصلية. ساعات بتأخر، بتجمع صلاتين على بعض أو ثلاث صلوات على بعض. لا دي مشكلة كبيرة، فقول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا أهم عندنا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. انتبه أنت وزوجتك. والله أنا لما أكلم والدتها وأشتكي لوالدتها مش بصوت لي هي، يعني هي بتمشي قلعة. ولا ستة ما بتمشيش قلعة ولا حاجة، بس يعني زيادة في التصدر بس. الأول اهتم بالصلاة أيضا، وإن شاء الله تستقيم معك. عظها بالمعروف إن شاء الله. دعواتك نعم، شكرا. دعواتك نعم، شكرا.